مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم في أكاديمية ESS للخدمات الطلابية. بداية بعرف بحضرتي أحلام العماري، إن شاء الله في هاي المحاضرة رح نحكي عن الـ Introduction للـ Biostatics. رح نحكي إيش هو الإحصاء الحيوي. بداية خلينا نعرف بشكل عام عن الـ Introduction للـ Some Basic للـ Concept، اللي هي رح نحكي عن المفاهيم الأساسية للـ Statics، بعدين ندخل بالـ إيش مختص بالـ Bio Statics. بداية خلينا نحكي الـ Statics. الـ Statics إيش هو؟ طبعاً الـ Statics هو الـ Study Concerned، هو بيحكينا بيهتم، هو مجال بيهتم بأكثر من دراسة. فأول إشي عنده بيهتم عندي إياه هو بالـ Collection والorganization وsummarization and analysis of data. هو بيهتم بالتجميع وتنظيم وتلخيص اللي هي وتحليل البيانات. وبرضو أنا عندي يا بيهتم أيضا بالdrawing inferences about a body of data، بيرسم لي الاستنتاجات اللي إحنا عم نطلع معانا. طبعا لقدام شوي إن شاء الله هنشوف كيف بيتم رسم البيانات الإحصائية ولما نطلع النتائج. When only a part of the data is observed، لما يكون عندي مجموعة من هاي البيانات عند ملاحظتها. هلا الستاتكس try to interpret and communicate the result of others. هلا الإحصائيين بيحاولوا إنهم هم يفسروا وبيوصلوا هاي النتائج للآخرين، يعني بيكونوا هم بيعملوا جمع البيانات، بعد ما يجمعوها وينظموها ويخلصوها رح يحللوا هاي البيانات، وبالتالي لما يحللوا البيانات ويعطونا نتائج هيطلع معاهم هو أنا عندي استنتاجات، وبعد هيك بيوصلوا هاي المعلومة للآخرين إيش هم الاستنتاجات اللي طلعت معاهم. خلينا نعرف إيش يعني الإحصاء بشكل عام. الإحصاء is the science، هو علم of getting information from numerical and categorical data. هو علم بيعطينا، بيحصل لنا على المعلومات سواء كانت numerical يعني عددية، يعني أي إشي بقدر أخده كشكل عددي، أو categorical اللي هي بفئات، يعني data بيانات فئوية. هلا statistical methods can be used to find answer the questions. هلا إحنا لما نيجي نستخدم الأساليب الإحصائية، هلا لازم انه احنا نوجد انه كيف بدنا نجاوب على هاي الاسئله. يعني مثلا what kind and how much data need to be collected، ايش نوع وكم البيانات اللي يجب انه احنا نجمعها. طبعا احنا هنا في عنا نوع البيانات، انواع البيانات بالاحصاء هي اربع انواع بيانات. يمكن انها تكون عندي quantitative data. الquantitative data هي البيانات الكميه. ايش البيانات الكمية؟ البيانات الكمية بتحكينا انه هو انا بقدر اخذه بشكل عددي. طبعا لقدام بالشابترز لقدام هيكونوا مفصلين اكثر. هلا هون الكمية انا بقدر اخذه كشكل عددي، يعني بيكون مثلا البيانات اللي انا جمعتها ارقام. بينما الكواليتاتيف داتا اللي هي البيانات النوعية، انا هون بجمع بياناتي بتكون لغة وليست أرقام. يعني مثلا لو بدي أسأل أنا إيش لونك المفضل، تحكي الأزرق، فأنا هون حيكون أنا عندي إياها باللغة وليس بالأرقام. طبعا في عندنا كمان نقدر إحنا نجمع البرايمري داتا، بيانات أولية، يمكن إنها تكون لأول مرة أنا أجمع هاي البيانات. سكندري داتا اللي هي يمكن إنك تحصليها من مصادر ثانية، يعني مثلا عندنا نقدر مثلا في حال اللي هم المتخصصين في المالية بيستخدموا الداتا اللي هي بتبعون اللي هي مواقع البورصة عشان ياخذوا المعلومات المالية، فموقع البورصة هو سكندري داتا، فهاي هي بيانات ثانوية. وأيضا كمان إنه إحنا لازم نجاوب على الأسئلة how should we organize and summarize للداتا، كيف بدنا ننظم ونلخص البيانات اللي إحنا جمعناها. How can we analyze، كيف بدنا نحلل the data البيانات and draw conclusion from it، بدنا كيف نحلل البيانات ونستخلص النتائج ونرسمها كمان. How can we assess the strength of conclusion، كيف بدنا احنا بدنا انه احنا نقيم
النتائج، قوة النتائج and evaluate their uncertainty. وبدنا كمان انه احنا نقيم اللي هي الـ uncertainty اللي هي عدم اليقين. طبعا هنا احنا عرفنا فيما قبل الـ statistics بشكل عام، بس احنا كيف هسه هنا بدنا نحكي الـ uses of statistics in health science، كيف بدنا نستخدم الإحصاء بالعلوم الصحية، اللي هو بلشنا هلا احنا ندخل بالـ biostatics. بداية هلا شو اول اشي احنا بنقدر نستخدمه؟ الـ interpret research study. هلا احنا بنفسر الدراسات البحثية مثل شو؟ مثل عندي الـ validity of findings of health education and medical research، يعني مثلا انه احنا بنقدر نفسر انه شو صحة نتائج التثقيف الصحي. هلا انا لو اجيت عملت دورات تثقيف صحي، شو النتائج اللي راح تصير على المجتمع؟ البحوث الطبية، انا لو اخذت بحث طبي وطورته واخذت البيانات منها وجمعت البيانات حول البحث الطبي، ايش ممكن اني افسر هاي الدراسات؟ اثنين، نقدر احنا كمان انه احنا نستخدمها بالإيفالويت ستاتيكس يوز افري داي، بنقدر انه احنا نقيم الاحصاءات المستخدمة كل يوم. مثلا عندنا الهوسبيتال موراليتي ريت، بريفالانس اوف انفكشن ديزيزز، يعني شو احنا مثلا معدلات الوفيات في المستشفى. هلا احنا لا مستشفيات، هلا احنا لو اجينا واخذنا معدلات الوفيات في المستشفيات في كل يوم، احنا بنقدر بنهاية اليوم نعرف شو معدل الوفيات من كل المستشفيات الموجودة بالدولة او مثلا بالمنطقة المعينة. وطبعا انتشار الامراض المعدية طبعا بيكون احنا بالمستشفيات بيكون في سجلات انه مثلا في الامراض المعدية، نقدر ناخذ منهم هاي الداتا ونحللها ونستعرضها للاخرين، نطلع مثلا بنسبة معينة، مثلا بنحكي انه والله انتشار الامراض المعدية اليوم نسبتها 50% او يمكن انها تكون بشكل عالي. ثلاثة عندي الـ presentation of data to auditors efficient arrangement and grouping of the information and graphical display of data. طبعا هو بدنا نعرض احنا هالبيانات للجمهور ومنجمعها بيتم تجميعها وبنعرضها للبيانات بشكل جرافيكال رسمي. أربعة الترانسلتال دينتسي اند فيرابيليتي، طبعا هون بدنا نوضح الاتجاه المركزي والتنوع. وخمسة عندنا الفورمولات اند تيست هايبوثيسيس، بدنا نصير ونختار الفرضيات. طبعا الفرضيات لقدام احنا التست هايبوثيسس حيكون فيها يعني مادة كاملة، يعني تشابتر كامل عن الهايبوثيسس اللي هي الفرضيات، اللي هي الفرضيات انه انتو بتفترضوا. يعني مثلا انا بدي افترض انه اليوم مثلا كان عندنا انتشار الامراض كتير عالية، مثلا نسبة الوفيات كانت كتير عالية، وبعد ما اجمع البيانات انا بدي اثبت هاي الفرضية اللي هي generalize from a sample to population، اللي بدي اصيغ واختبر الفرضيات التعميم من عينة لمجتمع. انا باخذ العينة اللي هي مثلا انا اخذت عينة الوفيات، المجتمع مين مثلا انا بدي اياها؟ مثلا بدي اياها بمنطقة الرياض، فانا هون بيكون عندي من عينة الى مجتمع ولازم اختبر الفرضيات وبعدين انه انا بحكي اذا هاي الفرضية انها صحيحة او لا. لقدام ان شاء الله راح تكون بشكل اوسع للتست هايبوثيسس. طب what do statics do؟ شو بيعملوا انا عندي اياهم الاحصائيين؟ اول اشي عندنا بيعملوا guide design of an experiment، بيعملوا الدليل للتجربة او a clinical trial of or survey، يا اما بيكون تجربة سريرية او مسح. يعني هلا انا في حال لو انا بيضغ بالبيوستاتكس بالاحصائيين اللي هو تبع الاحياء، هلا انا كيف بدي اخذ التجربة؟ يا اما انها بتكون عن طريق تجربة سريرية، انه تجيبي اشخاص وتعملوا لهم تجربة سريرية، او عن طريق المسح. اثنين عندي الفورميليت ستاتيكال hypothesis and determine للأبيوريت ميثودولوجي، بدي أصيغ الفرضيات الإحصائية
وحدد المنهجية المناسبة. كيف حكينا لما نصيغ الفرضية؟ مثلا انه انا بدي احكي انه زي ما حكيت انه بالفرضية انه انا بدي تكون مثلا نسبة الوفيات عالية لهاي السنة، السنة اللي بعدها يمكن تكون قليلة، وبعد هيك لازم انا اثبت هاي الفرضية. بعد هيك بدي اعمل analyze لداتا، بدي احللها، وبعدين اخر خطوة اللي هي بتعمل لنا الـ present and interpret للـ result، بدي اقدم وافسر النتائج اللي ظهرت معي في بعد عملية التحليل. طب انا هلأ منين بدي اجيب اللي هو source of health data، منين بدي اجيب مصادر البيانات الصحية؟ يمكن تكون من الـ archive and visital statistics records، يمكن تكون من سجلات الاحصاء الارشيفية والحيوية، يمكن انه انت تروحي يمكن ندخل على نظام المستشفى ونجيب السجلات كاملة، experiments التجارب، medical research study retrospective يعني دراسات الطبية بأثر رجعي، يعني يمكن في ناس عاملين دراسات بحثية قبل ما بقدر اخذ منهم العينة، او الكيس كنترول بروسكتيف. وبعد هيك كمان انا بقدر اخذ كمان مصدر اللي هي عندها الديسكريبتيف سيرفي والكلينيكال تريلز اللي هي تجارب تريلز اللي هي تجارب السريريه. خلينا نحكي هنا بشكل اكثر عن الداتا البيانات. ايش هي الداتا؟ الداتا the raw material of statistics is data. هلا بحكي لك البيانات هي المادة الخامة لمين أنا عندي إياها للإحصاء، يعني أنا بدون البيانات ما في علم إحصاء، فأنا الإحصاء كلياته معتمد على الداتا. We may define data as figures، هو بيحددها كأرقام، بنحدد البيانات كإيش أنا عندي إياها كأرقام. Figures result from the process of containing or from taking measurement. انا بقدر اخذ الفيجرز الارقام يا اما من انه يكون عندي يا عدد او يمكن يكون عندي يا قياس. مثلا خلينا نشوف المثال. When a hospital administrator counts the number of patients. هلا انا لو بقدم بدي مسؤول المستشفى عد المرضى، انا هون شو راح يكون عندي؟ counting، هيكون انا عندي يا عد. بينما when a nurse white a patient، لو انا المرضى اجوا اخذوا قياس اللي هو الطول الويت اللي هي الوزن، هيكون انا عندي يا measurement قياس. فهاي الفرق ما بين الكونتينج والميجرمنت. فالداتا هي بتعتمد على اشي اسمه figures، على بيانات ارقام. البايو استاتكس، خلينا هون نعرف ايش البايو استاتكس. البيوستاتيكس the tools of statistics are employed in many fields. هلا انا بقدر استخدم الاحصاء باكثر من مجال. هلا فينا بيستخدموه اللي هم الاعمال، بيستخدموه بالeducation بالتعليم، بالفيسيولوجي بعلم النفس، بالarchitecture اللي هم بالزراعه، والايكونومكس الاقتصاديين. هلا الاحصاء مستخدم في عده مجالات. When the data analyzed are driver from the biological science and medicine. هلا انا لما اشتق البيانات واحللها من العلوم البيولوجيه والطب، we use them biostatics to distinguish the particular application of statistical tools and concept. هون انا بدي استخدم مصطلح اللي هو البايو استاتكس عشان انه احنا نقدر نعمل له ديستينجويشن، نميزه عن تطبيق الادوات ومفاهيم الاحصائيه. يعني انا باخذ كلمه بايو استاتكس يعني احصاء حيوي، فانا هون حددت نوع الاحصاء انه هو راح يكون حيوي. خلينا نشوف نتعرف ايش يعني فاريبل. هلا فاريبل معناته متغير، من اسمه متغير، يعني كل مرة بيكون هو متغير. خلينا نشوف ايش يعني متغير. A characteristic that varies from one person or things to another is called a variable. يعني اشي انا بختلف من شخص الى اخر، فانا بسميه متغير.
إذا بتتذكروا كنا بالرياضيات لما ناخذ إنه أوجد قيمة X. طبعا قيمة X مرة تساوي 2 مرة تساوي 3، فأنا هون عندي إياها متغيرة، فأنا هون عندي إياها الـ variable X بتكون variable، مرة 2 تطلع معي، مرة 3، مرة تكون 1.5، فأنا هون عندي إياها أرقام متغيرة من اسمه variable، فهو حيكون أنا عندي إياها أرقام متغيرة. خلينا نشوف for example. Example of variables، نأخذ مثال على المتغيرات. From a humans are height، خلينا نأخذ مثلا اللي هو طول البشر، الوايت الوزن، number of siblings اللي هي عدد الأشقاء، النوع الاجتماعي، material states and eye colors اللي هي الحالة الاجتماعية، اللون العين. هلا ممكن يكون حالة اجتماعية في منهم أعزب، في منهم متزوج متطلق، فهاي هي بتكون اللي هي متغير للداتا. The first three of these variables yield numerical information. طبعا هدول الثلاثة اللي هم الأولى من المتغيرات بنسميها numerical information اللي هي تنقاس باليد numerical measurement بقياسات رقمية، يعني بتكون هي بأرقام. And our example quantitative or numerical variable اللي هي اللي حكينا عنها بداية، شو هي أنواع البيانات في بداية السلايد السلايدات. فالنوميريكال فاريبل اللي هي بتكون كوانتيتيف عددية، أي بتمثل بقيمة عدد. Last three yield none اللي هي non-numerical information اللي هي القياسات الغير رقمية، are qualitative بتكون هي or categorical اللي هي بتكون النوعية، فالنوعية هون يمكن تكون إنها بلغة أو بفئة. فهاي هي إيش حكينا معنى الفاريبل، وكيف إنه الفاريبل بتكون منها اللي هم للداتا بتكون منها quantitative ومنها qualitative. خلينا نعرف إيش يعني quantitative variable. quantitative variable اللي هي متغيرات كمية اللي هي can be classified as either discrete or continuous، يعني يمكن انها تكون بيانات على انها منفصلة discrete او يمكن انها تكون مستمرة. خلينا نتعرف اكثر ايش يعني discrete اللي هي متغيرات منفصلة، وايش يعني متغير مستمر. discrete variable من اسمها متغيرات منفصلة، المتغيرات المنفصلة انه يعني بتكون مثلا انه ما بقدر انه مثلا احكي عن ارقام بتكون فيها ارقام عشرية، يعني مثلا لو نحكي احنا عدد الطلاب اللي حضروا بالقاعة ما نقدر نحكي انه طالبين ونص، نحكي انه حضر طالبين، فهاي عندي اياها discrete variable. خلينا نعرف discrete variable معناها هي some variable such as the number of children اللي هي in family مثل عدد الأطفال في العائلة. أنا ما بقدر هون أحكي إنه عدد الأطفال بالعائلة 3 أطفال ونص أو 3 أطفال وربع، أنا هون بحكي يا أما إنه عندهم 3 أطفال أو عندهم 4 أطفال، فأنا عندي يا هون الرقم منفصل. The numbers of car assistant of the certain round of on different days، أعداد الحوادث للسيارات، أنا بحكي مثلا عملوا مثلا كان في يوم الفلاني كان عدد الحوادث 3 حوادث، أنا ما بقدر أحكي حادثين ونص، فأنا هون كان شو بنحكي عنه discrete variable. Or number of study takes basic of statics course are the result of continuing and this are discrete variables. أو عدد الطلاب مثلا اللي بياخدوا دورة أساسيات الإحصاء، فهاي هي بيكون عندي إياها result of counting اللي هي نتائج العد، وبالتالي فهي كلياتها بتكون discrete variable اللي هي متغيرات منفصلة.
فهون بنكون هيك فهمنا شو يعني secret variable. رح نستخدمها بالإحصاء بشكل مستمر. هلا the secret variable بس نعيدها على إنها هي نتائج للعد. ما بقدر أحكي للرقم 2.5، يا أما بحكي إنه العد 2 أو إنه العد 3. خلينا نشوف. typically a discrete variable is a variable whose possible value are some or all of the ordinary counting numbers like. طبعا بحكي لنا عادة ما بيكون اللي هو المتغير المنفصل بتكون قيمة محتملة، يعني هي بعض أو كل أرقام العد العادية اللي هي الordinary counting numbers، يعني مثلا 0, 1, 2, 3 زي ما شرحنا سابقا. That is a variable is discrete على المتغيرات المنفصلة if it can be assumed only بيمكن انه نفترضه a finite number اللي هي ارقام غير اللي هي finite number ارقام ما لا نهاية of values للقيم or as may values are integers اللي هي اعداد صحيحة بتكون هي اعداد صحيحة. فالdiscrete variable هي بتكون أعداد صحيحة. integers خلينا نشوف الcontinuous variable. الcontinuous variable من اسمها بتكون مستمرة، يعني الأرقام كيف حتكون عندي إياها؟ حتكون عندي مثلا الأرقام 1 بعدين 1.1 1.2، فهي بتكون مع أرقام عشرية، فهي بتسمى الcontinuous variable. خلينا نعرفها بشكل أكثر. هل الcontinuous variable المتغيرات المستمرة تسمى الquantities اللي هي الquantities اللي هي العددية، فهي as sorry الكمية اللي هي الأرقام الكمية such as length مثلا الطول، يمكن في ناس طولها 65.1، الوايت الوزن، التمبريتشر الحرارة، هون بيكون الأرقام بشكل مستمرة ما فيها فواصل. can in principle be measured arbitrarily accurately، فهون إلا بيكون عندي يا القياسة بشكل دقيق. there is no individual unit، ما بيكون هو ما بتكون مجزأة، هي ما بتقبل التجزئة، يعني بيكون أنا عندي يا كيف الرقم 1 بعدين اللي بعدي 1.1 اللي بعدي 1.2 اللي بعدي 1.3، فهاي هي بتكون هي الأرقام مش مجزأة، بتكون مستمرة. but it could be measured more accurately، هي بتكون بنقيسها بدقة أكبر. say to them 10th اللي هي مثلا اللي هي الأقرب للجرام، اللي هي بتكون أقرب للجرامز. such a variable called continuous، هذا الإشي بنسميه المتغيرات الكونتينيوس المستمرة. is intrinsically different from a discrete variable، هو بيختلف جوهريا عن المتغيرات المنفصلة. يعني أنا هنا فرقت ما بين discrete variable المتغيرات المنفصلة والcontinuous variable. discrete variable بتكون هي أرقام صحيحة 1, 2, 3, 4، بينما الcontinuous variable هي بتكون مستمرة، الأرقام ما بقدر إن يكون فيها تجزئة، يعني مثل تكون 1 اللي بعديها 1.2 اللي بعديها 1.3 وإلى ذلك. بكون هيك إن شاء الله نهينا لمحاضرتنا، ويعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.